حيول اجل مغمرات يا حي. اذن على بركة الله وتوفيق مشاهدينا متابعينا الكرام، نسير بحضراتكم بمتابعة اشواطنا من هذا الميدان، ميدان السمحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. الشوط الثاني الذي أعلنت انطلاقته يحمل بطيات عنوان الأبكار المهجنات الأصائل لسن الثنايا، عودة بالتهاني والناموس عن طريق فيينا الذي حملت الإنجاز الأول وحملت التهاني وناموس. تهانينا لسعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري. الشوط الثاني تم إعلان انطلاقته بالمسافة هي المقررة ألا وهي 6 كيلومترات. المرحبة والمشاركة والمنطلقة بهذه الإنجازات الكبيرة. دعوني أسير مباشرة على الانطلاق الأول. افتتح الإذاعة مع هملولة للمتابعة مع المركز الأول لمحمد بن مطر بن محمد الرميثي، نقلة مباشرة مع مرضية الذي تقود المسار الثاني بجدارة كبيرة، حمد بن جمعة بن خادم الرميثي. والمركز الثالث أسير مع المركز الثالث، وصلت هناك متاب الذي قادمة لمتابعة هزاع بن ناصر الهاجري الذي يتواصل على المسار الثالث. أما المركز الرابع لنا عودة جميلة عن طريق الذيبة لأحمد بن محمد العامري على المستوى الرابع، ولكن هناك الدخول الذي ترى وجرى للمشاركة. أرصد أن هذا المسار المتميز. يا السلام يا السلام، وصلت هناك حربة أو هناك الرحب نعم الذي قادمة، عبد محسن بن ناصر بن سفر الهاجري على المستوى الخامس. المركز السادس وين هي حاملة رقم 7 بالانطلاق المتميز. يا سلام يا سلام، وصل أبو راشد للمشاركة، محمد بن راشد المنصوري الذي يتابع لنا هذا المسار المتميز حتى هذه اللحظات. إذا نكتفي بهذا القدر أيها الحفل الكريم، هذه الأسماء المشاركة، اكتفينا بالست الأوائل عدا ومتابعة وتقديم. ولكن وين رحلة الشوط؟ إلى وين رحلة هذا المسار يا جماعة؟ متاب الذي انطلقت إلى البداية، الذي سيطرت مع البداية، من يراقب هناك البداية. يا سلام عليك يا أبو ناصر، دير البال عبر الانطلاق الأول، يتحكم بسكان البداية حتى هذه اللحظات. المراقب هزاع بن ناصر بن ذكر أو بن ذكر الهاجري، متذكر الهاجري نعم، الذي على المسار الأول حتى ذي لحظات. ولكن وصلت هناك الذيه هملولة قادمة، دخولها جميل للغاية. محمد بن مطر بن محمد الرميثي من يرافق لنا المسار الثاني. أما المركز الثالث وصلت مرضية أنها قادمة بكل قوة. وصل هناك أبو جمعة من يرافق هذا المستوى بقيادة حمد بن جمعة بن خادم الرميثي. والمركز الرابع أرصد أن هناك نرى تابع المركز الرابع الرحبة الذي وصلت بجدارة كبيرة، عبد المحسن بن ناصر بن سفر، أو هناك حاملة رقم 5 نعم الذيبة الذي تتسلل إلى المركز الرابع. أحمد بن محمد بن سعيد العامري على المستوى الرابع. والمركز الخامس وين؟ حاملة رقم 2 يا سلام، وصلت نوف، وصل هناك مروان بن فرج بن علي بن حمودة الظهري. والمركز السادس بتعرف إلى حاملة رقم 18، وصلت هناك مشهورة قادمة بكل قوة. من يراقب هذا الشعار؟ محمد بن فهد بن سعد المري يتواجد بمتابعة هذا الشوط المتميز. هذه الأسماء المشاركة، هذه الشعارات التي تتواجد بالنداء. ولكن ترقب أسماء قادمة، ترقب شعارات قادمة خلف هذه الأسماء، خلف هذه الشعارات التي تقادم على الانطلاق الأول. ومن ثم نعود إلى
رحلة البداية. هملولة هملولة هي المصر الأغرب، ولكن المركز الثاني نوف غاد بكل قوة. الموقف خطير منذ البداية، حيث أني تابعت هذا الشعار كان بالشوط الأول للمحليات، وكان صراع مرير ما بين هذه الشعارين المتميزين. نتمنى التوفيق للجميع. انطلقت نوف إلى الصدارة، راح هناك أبو فرج على الانطلاق الأول، مروان بن فرج بن علي بن حمودة الظاهري على البداية الانتصار الأول، هملولة على المستوى الثاني، غادمة بكل قوة. من يتابع هذا المسار محمد بن مطر بن محمد الرميثي غادم بخادم بكل قوة. المركز الثالث التابع لي هناك الذيبة، وصل أبو محمد للمشاركة راغب المسار المتميز هذا الانطلاق لقي أحمد بن محمد بن عضيل العامري على المستوى الثالث والمركز الرابع. أتابع المركز الرابع مشهورة الذي غادمة، أو هناك نعم حاملة رقم 9 أرصد أنها اللي هي حاملة رقم 9 بالمتابعة، وصلت هناك، وصلت متابعة الذي غادمة هزاع بن ناصر الهزري على المستوى الرابع. والمركز الخامس وين وصلت مشهورة، وصلت وصل أبو فهيد غادم بكل قوة، محمد بن فهيد بن سعد الفهيد المري على المستوى الخامس. والمركز السادس من الجانب الثاني هي حاملة رقم 8 بن متابعة، وصلت معزة أو حاملة رقم 8 نعم حشيمة حشيمة، وصل مبارك بن محمد بن عيسى. هذه الأسماء بن مطوع غادم بكل قوة. يا سلام يا سلام يا سلام، ذكرتكم بأسماء خلف هذه الشعارات، وبدت تغتلس الأنظار، بدت تأتينا من الخلف إلى الأمام. الانطلاق الأوين، العودة إلى نوف على الصدارة، العودة إلى نوف يا مصورنا راغب لنوف، راغب الأشعار الاقتصادي الذي بدأ يقود النقطة الثانية على التوالي، راغب أن مسار متميز على الصدارة. ها للعاصمة أبو ظبي، هم حاضرين للمشاركة برفقة هناك أبو فرج على الصدارة، مروان بن فرج بن علي بن حمودة الظاهري يقود هناك نوف على البداية، ولكن بن عضيل له رأي آخر غادم بكل قوة. الذيبة الذيبة، وصل هناك أبو محمد للمشاركة، أحمد بن محمد بن سعيد بن عضيل العامري على المستوى الثاني، هملولة تأتي على المسار الثالث. المرافق والمتابع محمد بن مطر بن محمد الرميثي المركز الرابع أرصد متاب، وصل هزاع بن ناصر الهاجري على المستوى الرابع والمركز الخامس. أوه وصلت مشهورة، وصلت مشهورة، كنت هناك ألغيها بالمرتبة السادسة، وانطلقت رويدا رويدا بمسار جميل للغاية. فها هو هناك محمد بن فهيد بن سعد الفهيد المري على المستوى الخامس. والمركز السادس من تحمل رقم 7 وصلت معزة، وصل أبو راشد محمد بن راشد المنصوري. يا سلام يا بن ملاح يا المنصوري، غادم بكل قوة. بدينا باغتلاس هذه الشعارات، بدت تجمع يا جماعة، بدت تجمع، ولكن وين؟ العودة إلى نوف، العودة إلى نوف، اسمها من 3 حروف. الله يا نوف تذكرنا بهذا الأشعار الذي صال وجال بهذه الأصالة، الذي اعتاد عليه الإنجاز المتميز من يرافق الصدارة. إذن هناك مروان بن فرج بن علي بن حمودة الظهري ودير البال الحاسم دير البال، من يرافق عملية التضمير والتدريب، ولكن وصل بالعضيلي عن طريق الذيبة، ووصلت متهم، وصل الجميع للمشاركة. يسلم يا سلام، اقتربنا من هذا الخط المستقيم والكيلو المتر الأخير، الكيل المستقيم، ولكن وين؟ العودة إلى نوف، عصاتها في الأبطان ما صدرت عليها يوامر. الجوكي محنت، الجوكي محنت، النقطة الثانية على التوالي، ولكن ما تاب لها رأي آخر. الذيبة غادمة بكل قوة، أرصد لي من الجانب الثاني. يسلم يسلم يسلم، اختلط الحابل بالنابل، بدينا بالعدد نوزلي. راغب لنوف، راغب للذيبة، راغب هناك المتابعة. يا سلام يا سلام يا سلام، أول نداء هناك.
نوادر نوادر على المستوى الثالث غادم بكل قوة عامر بن محمد المنصوري، ولكن نوف مسرة الذيبة غادمة. يا سلام يا سلام، أرصد لي المسار الثالث. وصلت هناك مشهورة غادمة بكل قوة، وصل محمد بن فهيد بن سعد الفهيد المري. يا سلام يا سلام، الموقف خطير، ولكن هناك نوف نوف. النقطة الثانية، النقطة الثانية على التوالي. سلام لأهل العاصمة، سلام، تحية تحية. راح أبو فج أبو فرج على الانطلاق الأول، على التحدي الأول. مروان من بن فرج بن علي بن حمود الضاري، سلام وتحية سلام. ولكن دير بالك، اللحظات الحاسمة، اللحظات الحاسمة. النقطة الثانية على التوالي. سلام لأهل العاصمة، سلام، تهانينا لمروان بن فرج بن علي بن حمود الضاري على هذا الإنجاز. المركز الثاني بقيادة محمد بن فهد بن سعد الفهيد المري، والمركز الثالث وصلنا حاملة رقم 5 الذيبة، تهانينا أحمد بن محمد بن عضيل الحاملي. المركز الرابع، إذا مركزنا الرابع والخامس والسادس لنا عودة بالشكر وتقدير للجميع المشاركين، وشكرا للمتابعة على بقية الأسماء المشاركة. ناخذ مركزنا، وصلنا على حاملة رقم 9 متاب هزاع بن ناصر الهاجري على المركز الرابع، والمركز الخامس تحمل رقم 7 الثاني موصولة لمحمد بن راشد بن المنصوري، والمركز السادس إذا هناك حاملة رقم 4 بالتهاني والناموس. كل التوفيق للجميع.